متابعي اذاعه الحياه فهم، مع السلامه ومرحبا بكم من جديد. اليوم كالعاده خرجنا للشارع في مدينه القيروان باش نسالوا على موضوع مهم، موضوع ظاهره العنف في الوسط المدرسي. شنو الاسباب اللي خلات الظاهره هذه تتفشى بدرجه كبيره؟ علاش وكيفاش؟ باش نمشي ونسالوا المواطنين، تبعوني. انتشرت برشا وكل يوم نسمعوا غريبه جديده، كل يوم نسمعوا ها وفما في ليسي درشناو، ها وفما في ليسي درشناو. حتى الاساتذة حسنوا منطقهم والتلاميذ ما يجيش يتقبحوا في الاكبر منهم. الاستاذ معاوض بالباي ما يجيش التلميذ يتقبح في الاستاذ. حاجه ياسر منتشره ونورمالمون معناها ما تصيرش حاجه هكا في وسط ليسي. توا انا اساتذتي اللي قراوني ولا معلمين كذا توا نحترمهم ونقدرهم، فهمتي؟ ونوصل معناها صدقني نخاف منهم اكثر من والدي قبل، فهمتي؟ ولحد الان قرونا في الليسي جون فيه، انا عمري 67 عام توا، فهمتني؟ معناها وشي حاله شاذه، معناها هذا منياش، هذا كل هذا كله ظهر بعد الثوره. 10 سنين سايب الماء على البطيخ، ما عادش مثل الولي قادر باش يربي ولده. الحق وقت النقره ما تضربش. استاذ ولا معلم باش يضرب هكاك؟ فما سبب يمكن فما احترام. انا نجي من الخزازيه، نجي في الكار الصباح مثلا نقرا من 10 من 8 حتى نصف النهار، كعندك ساعه ما نقروش فيها يخلونا قدام ليسي. زيادة ما تجيش واحد يتعلم الزات، لا يتعلم كل شيء، يتعلم الفساد الكل يتعلم، وماك الساعه هذيك يعملوا لنا حل باش الساعه ما نقروش فيها يعملوا لنا لها حل. هذيك نوادي ثقافيه مثلا باش واحد ما يضيعش وقته لبرا، فهمتني؟ يلزم مراجعه الاطار التربوي، يمكن خاطر توا معناها برشا معلمين صغار في العمر هما بيدهم تلقاو تكوين ونشأه، معناها زاد هي بيدها يمكن فيها اغلاط فيها ينقلوا فيها للصغار، والصغار يمكن حكم زاد خاطر قاعدين يتربيوا معناها في عائلات مع دي بارون زاد هما صغار في العمر، ويمكن زاد معناها متلقين معناها تكوين ونشأه غالطه في بعض الاحيان، يمكن من اللي يتفرجوا فيه، يمكن من وسائل معناها التكنولوجيات الحديثة والاتصال الحديثة، معناها أنه تلقاها الطفل من باع عمره، معناها اللي نحن قبل في العمر هذاك ما نعرفوش حتى، مش عارفة أنا، ما هو توا معناها يعرف لك أكثر من كبير، معناها الفيسبوك ومعناها كل شيء يعرفه أكثر حتى من حد كبير. خاطر العيلة الحقيقة ما عادش كيما قبل، كنا نعرفوا اللي الوقت غير الوقت وما عادش كيما قبل، كل شيء يتبدل، كل شيء ماشي للأسوأ، معناها ما عادش المبادئ والقيم، ما عادش يربيوا ياسر على المبادئ والقيم، تلقاها البو يخدم والأم تخدم. برشا عنف وبرشا تشنيق للتعليم ولكل شيء، رانوا الأساتذة عندهم أكثر دور في الحاجة دي، والأسرة زادة دارهم الولي أولياء معناها ما ينصحوهمش، ما يحكوش معاهم، حتى فما ضغوط نفسية كل شيء ترجع عليهم باللي يعملوا فيها هذيك، الناس تحب تتحرر منها، ثم عقد برشا يحبوا يفرغوها في أي في أي حاجة. بروفيت يضلوا يستفزوا مجانا هكاك. التلميذ ما يلزموش زادة يقلل من احترامه، ما يلزموش يعنفهم، ما يلزموش مهما كانت الظروف، فما أمور قانونية أخرى إدارية يتصرفوا بها. صراحة مرفوض لك، أنا نعطي أكثر حاجة، أكثر حاجة هي الأولياء، راهو ولادي راهو الوالدي، راهو ساعة على ساعة المعلم يعاقب التلميذ يمشي الولي، واش بدك تضرب لي في ولدي؟ وعلاش قلت له؟ راهو تو زعما المعلم يكره تلميذه، في ولده مكرور، يضرب فيه لمصلحته، ومن اللي تنحى أنا بصراحة راهو، ودي متنحت العصا تنحى العقاب، سي صراحة الحرية والحقوق، فما حرية حقوق، فما جينا بتاع حرية حقوق. هو أنا سبب مش نحكي لكم معناها كوضعية، معناها كحاجة كفترة مريت بها أنا باش حولت من حكومي للتكوين باش تعلم في صنعة. كي تخرج أنت مثلا قدام الليسية تلقى مثلا هذاك قاعد يتكيف وهذاك قاعد شنو، توقف حذيه من كلمة لكلمة أنت بيدك تستحبب باش توقف بحذا العباد هذيك، علاش؟ خاطر مش تلقى روحك وحدك ما يحكي معك حد، فهمت؟ تولي تقول خلينا ندخل تولي بالصيف باش تحب تولي تحكي إذا عندك علاقة مع أصحابك هذوك، وبأمور نفسية هي كأنك تحب تولي تثبت انك هذونك اصحابك وهذونك شوية. انا دخلت في التجربة هذيك هاني ندمت عليها تو، معناها عمري 19 ونص، مشيت حولت للتكوين المهني، حبيت ننقذ روحي، فقت انا صغير هداني ربي، الحمد لله يا ربي، هو ربي مو سبحانه يعطيك نور، معناها يفيقك يدلك على ثنيتك، نب علي يا ربي انا كرمني بالتكوين هذي، واني تو نتعلم في سنة وان شاء الله ربي يهدي المجتمع. باش يحدوا معناها من العنف في المؤسسات التربويه لازم يكثفوا من نوادي، يعملوا نوادي في الليسيات في المؤسسات التربويه، يعملوا
طب طب النفسيين اطباء نفسيين باش اي تلميذ يظهر عليه فما معناها يظهر عليه اثار معناها نتاع عنف ولا ما نعرفش كلامه فيه حده ولا ما نعرفش يمشي للطبيب النفسي يحكي له مشكلته وكل شيء نجم يعاونه اكيد ينجم يعاونه الناس كل محتاجه انه نلقاو شكون نحكي له باش معناها نخرج اللي في قلبي باش نرتاح وباش نخفف على كتافي معناها اي حاجه كيف تنجموا تحدوا من العنف مش لازم معناها يتعاملوا مع الكلام ده ديما بقسوه وديما ديما معناها كاينه انت السلطه لازم انت السلطه المنفوق والتلميذ لازم كيما العابد عندك تتعامل على معاه كانه بو وبنته ولا بو وولده هكا باش نجموا تحدوا من العنف مش انت تمارس في سلطة عليه واحكي معه بشوي لازم يعملوا اطباء نفسيين في المعاهد المؤسسة التربوية هكا انت كمواطن شنو ترى حلول مثلا كد هذه قلت لك الحلول الكل المدرسة الاولى هي العائلة مش يصير له كذا يجي لبوه يشكي له يقول له راه المعلم ضربني والاستاذ عمل لي ولا قال لي واللي يكذب حتى بالكذب يكذب على والديه يقول له ما عطانيش درس الفلاني وانا طلبت منه هو مش موجود لانه ولده متكاسل ومش عامل يعمل متابعه لصغيره كل نتابع صغارنا قدره ربي يوم ثلاثه يمشي الامور الاحسن من وراه نعلمهم ثقافه اللي ما كناش احنا نعرفوها فهمتني انك تحترم الناس تحترم الغير تحترم استاذك ما يلزمش يرجع لأستاذه ولو أستاذه يحسبوا بوه مثلا في الدار هنا نعنفوا صغارنا وهنا نضربوهم هنا نقريوهم بالعنف أحيانا نقريوهم بالعنف لكن ما نجموش معناها نعطيو مبرر للتلامذة باش يرد كلمة على بروفو مش باش يضربوا ولا باش يعنفوا ولا يسمعوا كلام خايب مدرسة هي أول مدرسة هي الدار يتربي صغير يحاضر صغيره يكسب صغيره ما يتبع ويراقب عايش حتى رقابة الأبوين عايش رقابة صغار ممكن صغار ما عرفش عليه من يمشي عرفش عليه يقرأ ما قراش ما يفركتش محفظته وشوف اش فيها ترجمة